السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اهلا يا اهلا. اول بس ما يظهر لي ان احنا لايف. احنا هنا لايف. السلام عليكم. تمام احنا كده لايف. نبتدي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بس جديد. البس النهاردة عنوانه جميل قوي، الناس اللطيفة. الناس اللطيفة في كلامها، المحترمة، الرقيقة، الناس دي احنا بنحبهم. الناس دي احنا بنبقى فرحانين بالتعامل معهم. الناس اللي لسانها حلو في الكلام. طبعا يعني هو حلو، يعني جميل ان احنا يبقى حلو الكلام مع اللسان مع الأفعال، يعني جميل. لكن على الأقل في ناس عندها ذوق وعندها رقة وعندها نوع من أنواع يعني أقول اللطافة في تطليع الكلمة. إحنا محتاجين اللي يتعامل معانا يتعامل معانا بكلمة حلوة، محتاجين اللي يتعامل معانا يتعامل معانا بكلمة طيبة، مش ناس دبش. يقولك لا ما تزعلش منه، هو كلامه صادق. طب إيه علاقة الصدق يعني؟ يعني هو عشان صادق فيقوم جاي مدبش في الكلام فيخسر اللي حواليه؟ ده غلط على فكرة، ده مش صح. اسمعوا معايا بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا انا دخلت على طول على الله، بس خلوني اقول لكم اللي جوايا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستقيم ايمان المرء حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يا جماعه فما جيش حد يقول لك ايه اصل هو ايه، معلش بس كلامه دبش نستحمله، واللي في قلبه على لسان. لا ما هو اللي في قلبك على لسانك قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، وما تخفي صدورهم اكبر. طب ما يعني اللي في قلبه على لسانه ده ايه؟ ما هو اللسان مطلع سم، يعني اللسان مطلع دبش وطوب. ناس بتأذي بالكلام، ناس غلاطه، ناس بتشتم، ناس اسلوبها في النقد، او يا ستي بلاش نقد حتى، ده بيتكلموا الكلام العادي. كل الحاجات ديت لا وحش. ويقول لك ايه، معلش اصل اللي في قلبه عصو طيب. لا ده مش طيب، ده ما عندوش لا مهارات اجتماعيه ولا عنده حسن الكلام ولا عنده طيب الكلام. ما تنزعلش منه عشان كده. لا طبعا احنا لا يستقيم ايمان المرء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه بقى علشان النهارده ليله الخميس وبكره الجمعه. لا يستقيم ايمان المرء حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. المؤمن لسانه حلو، الناس دي احنا بنحبها، الناس اللي لسانها حلو اللي بتعرف تتكلم اللطيفه، مش الدبش والضرب يعني بنسمع حاجات صراحه ابعد ما تكون عن اللطافه، ابعد ما تكون عن الرقه، ابعد ما تكون اصلا عن الكلمه الطيبه. الكلمه الطيبه صدقه، وتبسمك في وجه اخيك صدقه. لكن الوضع اللي احنا بنشوفه ونيجي نبرر للناس اصل اللي في قلبه على لسانه، ده غلط. تمام، لان طبعا يقول لك اللي في قلبه على لسانه. طب ما عندي الايه: قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم. ما في والله يا جماعه فلاتين، بيطلع خير بيطلع شر بيطلع كلمه. لا يا جماعه غلط. ما حد ياكد لي ان البث واقف على الفيس يا جماعه، بس بيكلموهم على الجروب البث واقف ولا ايه؟ النقطه الثانيه، نقطه ان في ناس لما بنيجي نتعامل معاها احنا بنبقى مبسوطين قوي، يعني بصدق احنا بنتعامل معاها واحنا مبسوطين. انت فرحان وانت بتتعامل معاها، انت مبسوط وانت بتتعامل معاها. مجرد بس فكره ان لطاف طيبين، انت نفسك بتبقى احسن في وجودهم. ما بتبقاش انت بس، استغفر الله العظيم يا رب، ودوت ومتكلفين في الحديث معاهم، وامتى مش عارفه هنعمل ايه، وامتى مش عارف. لا، وفي قلق كده وفي حذر وفي ضيق في القلب والصدر مجرد تعاملك مع الناس دي، ومجرد ان الناس دي بيتعاملوا معاك. لا انا عايزه انك تتعامل مع ناس يقولك خيركم من خلط الناس وصبر على اذاهم. حلو، انا موافقه، خيركم من خلط الناس وصبر على اذاهم، جميل. لكن في ناس مريضه، في ناس وجودها جنبك يمرضك بزياده. ما فيش الا شكاين بكاين، ما فيش مش عارفه وانت عندك ايه، وانت مش عارفه ايه، وانت رحت فين، وانت جبت، ويتقصصوا على حالكم ويفضلوا بقى. مش هنتكلم في حسد دلوقتي، لكن هنتكلم ان هم يعني اوفر بزياده، اوفر جدا في التعامل، سواء معاك ولا مع غيرك ولا مع غيرك. فالناس دي بتبقى معاملتها فيها حذر وفيها تكلف، متتكلف بشده، وبتبقى ياه المكالمه بتاعتهم تقيله، زيارتهم تقيله، وجودك معاهم في المجال حتى الطاقه السلبيه بيخلوها معاك تقيل. فطبعا ده كارثه يا جماعه. انا مش عارفه هنا بيقول لي بس متقطع ولا لا، لكن هو الناس بتقول لي بس شغال.
تمام، يعني اكدوا لي المعلومه دي. النقطه الثانيه اللي انا حابه اتكلم فيها، كلمه الناس اللي بيبقى مش بتعرف تربي نفسها كويس. معلش استحملوني في اللي انا هقوله ده. احنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللي بيجاهد في سبيل ربنا حتى مع نفسك، النفس اللوامه دي اللي تقعد تروم ده نفس حلو، طب النفس الاماره بالسوء لا نخاطبها. لا هي فعلا نوراني الناس بقت وحشه قوي صدقيني، والناس بقت وحشه ومؤذيه بدون سبب. هذا الله سبحانه وتعالى يا العفو والعافيه اللهم امين. بتكلم في النقطه الثانيه على الناس اللي بتبقى جواها نوع من انواع مره تجيب عمل صالح، مره تجيب عمل، مره كذا ومره كذا، فتلوم نفسها. لكن النفس الاماره بالسوء بقى، وخلوا بالكم بالله عليكم، انا هاخد مشاركاتكم والله العظيم هاخد مشاركاتكم كلها في الاخر، وهنتكلم وندردش ونعيش حياتنا. لكن خليني اقول لكم دي، الناس اللي مش بتعرف تجاهد نفسها او ان هي تمسك لجام نفسها وتبقى نفسها هي اللي ممشياها، اقسم بالله النفس هي اللي ممشياها والنفس هي اللي عاملاها، لا قولها بالراحه بالراحه كده، واعرف كده افرض عليها الطاعات فرضا، واقول لها يا نفس افكلما اشتهيت اشتريتي، كل اللي انت عايزاه يجاب، الطمع ده كله عندك ويجاب، فلو ده بيحصل اكلما اشتهيت اشتريت. امتى هنتعلم الصبر؟ قولوا لنفسكم كده اكلما ان شاء الله تكتبوها على ورقه وتعلقوها قدامكم ونصب عينيكم، اكلما خلوت يا نفس بالله ومع نفسك تعصي الله عز وجل، افكلما خلوت عصيت. فامتى اتعلم التقوى؟ امتى اتعلم المراقبه من الله سبحانه وتعالى؟ خلوا بالكم يا جماعه، خلوا بالكم واوعوا المعاني دي اسمعوها مني، لاني ما بقاش في حد يتكلم. احنا بقى عندنا ضعف في سمع وجود اصل المنابع التربويه ولا المنابع الدعويه. افكلما خلوت بنفسك عصيت الله عز وجل. امتى اتعلم التقوى وامتى اتعلم مراقبه ربنا سبحانه وتعالى؟ يا نفس اكلما تعبت وتعبنا، الدنيا تعب، ما هو امر طبيعي ان الدنيا تبقى تعب. طيب وبعدين؟ اكلما تعبت يا نفس، كلما تعبنا اللي اقود نفسي للجنه مش هي اللي تقودني الى النار. معلش استحملوا بقى، هو بيقطع ويجي بس ان شاء الله انا معاكم، يعني مستمرين ما تقلقوش. فقول للنفس كده اكلما اشتهيت اشتريتي، فامتى اتعلم الصبر؟ اكلما خلوت بالله عصيت، فامتى اتعلم مراقبه الله عز وجل والتقوى؟ او كلما تعبت استرحت، فامتى اتعلم المقاومه والمجاهده حتى افوز بالجنات؟ اف كلما يسر الله عز وجل لي تماديت. لا متى تبدا التوبه؟ متى تبدا التوبه؟ هو بيقطع مع لبش عارفين، لان احنا عندنا تقريبا كميه قيد وبلاغات على الصفحه، فانتوا ساعدونا باللايكات والكومنتات وبعد كده استمروا، انا هفضل مستمره في البث مش هقفله، يعني هو بيفضل يقطع كده ونسال الله سبحانه وتعالى بقى يكمل على خير. احنا لما بنيجي نجاهد نفسنا بالامر، وما بنيجي بعد مجاهده النفس بالطاعات وزحم الطاعات عشان تبعد السيئات وتبعد المعاصي، لو تيجي معصيه وانا اكسل عنها، عارفه بيرحل معها ايه؟ يرحل معها القران، يرحل معها الذكر، يرحل معها الخوف من ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده طمانينه القلب. تحس كده مهما يحصل قلبك ومخنوقين ومتضايقين ومكتئبين وحزنانين، ليه؟ عشان كلما اشتهيت اشتريت، فما تعلمتش ابدا ابدا الصبر. وكلما خلوت بالله وبمحارم الله انتهكتها وعصيت، فما تعلمتش المراقبه ولا التقوى. وكلما يعني تعبت استرحت، فلا تعلمت لا مجاهده ولا تعلمت حتى ان انا اقاوم، وتبقى نفسي كده نفس انا اللي ماسكاها وانا اللي عاملاها بالطاعات. وكلما يسر الله عز وجل لي تماديت في الغيب وتماديت، لو جت المعصيه بتروح الطعب، بيذهب القرآن، تذهب طمأنينة النفس، بيذهب روحك حتى الجميلة اللي انت حبك للطاع بيروح، كل ده بتقل البركة، نبقى مخنوقين متضايقين عندنا كآبة. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا في الليلة دي، الليلة الجميلة اللي احنا فيها دي، الليلة اللي الخميس صلى الله عليه وسلم مقرأة سورة الكهف إن شاء الله من النهاردة. تعالوا اقول لكم لطيفه جميله جدا جدا عن سوره الكهف.
احنا طبعا عندنا اربع قوارب للنجاه، ارجعوا للفيديو ده موجود على اليوتيوب، اربع قوارب للنجاه في سوره الكهف، فتنه المال وفتنه العلم وفتنه، بص حبيبتي شكرا، كل ده ارجعوا للفيديوهات ديت واللينكات دي هتلاقيها موجوده على اليوتيوب. تعالوا اقول لكم لطيفه النهارده من لطائف ومعاني سوره الكهف، عشان واحنا بنقراها بكره ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب يا رب يكرمنا، اللهم امين، واجعلنا دايما من اهل التقوى واهل الايمان، صلى الله العفو والعافيه، ونساله يا رب اجعل لنا نور الكهف، تقرا سوره الكهف من الجمعه للجمعه نور، من الجمعه للجمعه ينور لك ربنا، اللهم امين. خلينا نقول اصحاب الكهف، اصحاب الكهف، والله هاخد اسئلتكم صدقوني، هاخد اسئلتكم وهعمل لكم مشاركه ان شاء الله في اخر الكلام، بعد ارغي شويه بس كده اقول لكم اللي جوايا، وبعد كده الكلمتين اللي يعني والله نرضي الله سبحانه وتعالى، نرضي الله عز وجل بيهم. ومش بس كده، ده احنا يعني الحبه اللي بنتجمع فيهم، والله يا اخوات بنتجمع فيهم نذكر ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي باقي. انتوا فاكرين في الدنيا ما كنا قاعدين على صفحه هلا سمير ولقيناها كده عامله بث مباشر مره واحده كده مفاجاه بدون انذارات؟ فاكرين لما حضرنا البث واتكلمنا عن الله عز وجل في ليله الجمعه يوم الخميس بالليل وذكرنا ربنا؟ والله ربنا كرمنا بيها، والله ربنا كرمنا وادخلنا الجنه، ربنا النص ساعه ولا الربع ساعه ولا الحبه اللي احنا هنقعد نتكلم فيهم دول ربنا غفر لنا، وعلم ان احنا عايزين طريقك يا رب، وعايزين يا رب جنتك، وعايزين يا رب جنابك، وعايزين يا رب ان احنا نبقى في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وفي الفردوس الأعلى. فيقول يلا تعال غفرت لكم باليوم ده، اللهم أمين، اللهم أمين، واجعلها يا رب يا رب اجعلها ساعة إجابة وساعة قربة وساعة تقوى، لا قولوا أمين. تعالوا ما أقول لكم لطيفة من لطائف سورة الكهف واسمعوا معايا. اللطيفة ديت بيقولها أصحاب الكهف، إيه اللي طلبوا أصحاب الكهف لما أول كهف؟ شدة بلاء وشدة ملاحقة، سألوا الله الرشد، راشد دون أن يسأل، ما سألوش نصر ولا ان هم يمكنهم ولا ان هو ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. الرشد، انتوا عارفين الرشد ايه؟ هشرحه. لما الجن راحوا وسمعوا القرآن لاول مرة قالوا ايه؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. الرشد، الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أيوة، فإيه؟ فليستجيبوا لي. يا رب يا رب جعلنا من يستجيب لك يا رب، الذنوب اللي بيننا وبينك يا رب جعلنا من القريبين لك يا رب، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يرشدون، الرشد إيه هو الرشد؟ وجه الحقيقة، إصابة الصح، صح الصح، إصابة وجه الحقيقة، السداد، إن أنا أمشي في الطريق الصح. يا رب إحنا كلنا عايزين كده، ده إحنا مساكين وغلابة والله ومساكين، إحنا عايزين وجه، عايزين إن ربنا يسددنا ويوفقنا، عايزين إن إحنا نسير في الطريق الصحيح يا رب. فإذا أرشدك الله عز وجل أتيت خير، الحكمة والخير كله، خطواتك كلها مباركة، قراراتك كلها صحيحة، والله حتى ما بنبقاش عارفين، ونبص اللي ما احناش عارفين في الدنيا ولا احنا عارفين كذا، وتبص تلاقي الله سبحانه وتعالى اللي يحصل يهدينا ويسددنا ويرشدنا طول ما انا في طريق الله سبحانه وتعالى. علشان كده ايه؟ كانت التوصية ايه؟ وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. كمان شفتوا ليه؟ اصل هو ده الخير، انا قعدت اقول هو يعني يا رب ارزقنا الحق ارزقنا الصدق ارزقنا تمام كل ده، لكن الرشد، الرشد كل المراحل دي تختصرها كلمه الرشد. عندك معاناه، عندك عواقب للامور، الرشد في الامر، الرشد في الامر، الرشد في الامر. والله لما الله عز وجل يكون لك وليا مرشدا، ارزقنا يا رب، ارزقنا يا رب، ارفع عنا الغم يا رب، اللهم ارفع عنا الضيق والقرب يا رب، سد عنا الدين يا رب، شيل الغفله اللي على قلوبنا يا رب، اهدينا اهدينا، ارزقنا، تولانا. الرشد هو ده الرشد يا جماعه. فندعي دايما، دي من اللطائف اللي بسوره الكهف اللي هنقراها ان شاء الله بكره، طقوس بقى يوم الجمعه، سوره الكهف في الصلاه على السلام. لما بلغ سيدنا موسى الرجل الصالح، سيدنا الخضر، قال له ايه؟ طلب منه، قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت انت رشدة؟ الرشد،
الله سبحانه وتعالى يهيئ لك الأسباب بتاعت الرشد، ويهيئ لك الأسباب بتاع النجاح، ويهيئ لك أسباب الوصول للخير كله، خير الدنيا وخير الآخرة في الرشد، خير الدنيا وخير الآخرة في الرشد. فيا رب يسر لنا يا رب، اللهم يسر لنا يا رب، واهدنا يا رب، اهدنا الأقرب من ذلك رشدا يا رب، اللهم اهدنا الأقرب من ذلك رشدا يا رب، ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى والصواب في الأمر، الرشد في الأمر، رزقني الله وإياكم. دي كان تاني حاجة حابة أكلمكم عنها. خليني أكلمكم عن معنى تاني من معاني الخير اللي نتعلمها. فاكرين لما قلنا على يوم الجمعة، الناس اللي عندهم الأجازة جمعة وسبت، تمام؟ احنا يعني عندنا سبت وعاد، بس عندنا الجمعة في ساعات بعض المصاريف بتعملها نص يوم يعني. لكن اللي عنده يوم الجمعة دوت وجلسة العيلة، أنا عايزة أمال ليا ولبيتي والأولادي، أنا عايزة أمال ليا لنفسي لقلبي لحالي مع الله سبحانه وتعالى، أنا عايزة الأمان ده. بصوا أنا أقول لكم خمس حاجات، هخليهم خمسة أو ستة أو سبعة، بس أنا هقول لكم خمسة إن شاء الله النهاردة، حاجات بسيطة وينفع نعملها والله سبحانه وتعالى يكتبنا عنده من أصحاب الأمانات. أول أمان صلاة الفجر، فهو في ذمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة، عارفين في ذمة الله يعني إيه؟ محدش يقدر يعمل لك حاجة، حفظ ربنا سبحانه وتعالى، رعاية ربنا سبحانه وتعالى، لو حد ظلمك أو أبدا الله سبحانه وتعالى الديان يقتص منه ويرد لك حق، فأنت في ذمة الله. كنت سمعت توبة واحد ساحر من السحرة وتاب، بيقول كان بيخشوا عليا بتوع صلاة الفجر أقفل الباب، معاهم حفظ من الملائكة. صلاة الفجر، عايزين المشاكل اللي في البيت تنتهي، عايزين المصايل اللي في البيت تنتهي، عايزين الغم اللي بين العيال والتحريش وان زوجك بيزعق وزوجك معرفش بيعمل ايه وكذا وكذا. اليوم الاربع ولا الخميس يا شباب؟ ايه النهارده الاربع؟ والله اتركوا عمالين تكتبوا لي على البس، مش ممكن النهارده مش الاربع، النهارده الخميس، اليوم اللي هو نهون اللي ما بدأش. والله يا بنتي يعني يعني بكره عندي ايه الخميس انا؟ اوف يا ده بكره لسه محاضره المسجد يا ربي. لا انت تعملي لي قهوه يا مريم، انت تعملي لي قهوه مريم. وانا عمال اقول هما بيقولوا بكره الاربع ليه؟ بكره الخميس ليه؟ يا حبايبي خلاص انا اقلمت نفسي ان بكره الجمعه والنهارده ليله الخميس. طب خير، اسمعوا برضو اسمعوا برضو. سبحانك يا رب، والله انا في ظني ان النهارده الخميس وبكره ليله الجمعه، يعني النهارده ليله الجمعه، طب النهارده ليله الخميس حلو عشان نتهيأ من النهارده. لا 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 كده في انا كده عايزه، انا عايزه قهوه خلاص خلاص. الحمد لله رب العالمين. ماشي يا ستنا، ماشي يا مياده، ماشي واميره وكل عمال يقول لي النهارده الاربعاء دكتور. طيب تمام، اسمعوا البث ده وعدوه تاني بكره. عدوه تاني بكره ان شاء الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يجزينا بنيتنا، والله الواحد كان نيته خير، وطبعا ان شاء الله كل ايام الله عز وجل خير يعني، يعني كل طب تمام بكره صيام، يلا بكره صيام الخميس يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اسمعوا الخمس أمانات. أول حاجة صلاة الفجر، فهو في ذمة الله. البيت اللي ما فيهوش فجر بيت كله خناق، بيت كله غم، بيت كله كآب، العيال بتتخانق مع بعضيها، الرزق بتاع البيت متشال، الأب ذات نفسه جاي وأقسم بالله ولا عاجبه العجب ولا الصيام في رجب. ماشي يا علياء، عرفتي علياء خلاص، عرفت إن النهارده الأربعاء خلاص. تمام، أدعو الله سبحانه وتعالى يجزينا والله إحنا يعني خير. الامان الثاني، يبقى اول امان امان من سوره الايه، امان من صلاه الفجر. اتوليا من سلم اسطنبول معانا، طب قبلي معانا اتوليا، احنا عندنا بكره لقاء في المسجد هنتكلم فيه عن 10 ممنوعات وحشر علامات خطره في العلاقات، تعالوا يعني معانا المسجد بكره ان شاء الله. الامان الثاني، الامان الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه، من قرأ في دبر كل صلاة، من قرأ في دبر كل صلاة آية الكرسي، اللي يحصل لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. بس شفتوا الدين الجميل، شفتوا ديننا السهل،
شفته يعني. انا عايزه اقول بس والله 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 ان لو الواحد نوى بس، نوى ان انا اروح في 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 طاعه ربنا، نوى ان انا اعمل خير، نوى. اهلا منور يا محمد سامح، منور البث حبيبي، منور. ظبطك على البث. لو الواحد بس نوى الخير لله عز وجل ربنا بيفتح له طرق. هحكي لكم حاجات جميله قوي 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 لكل والله ناس من جميع الدول. ساره من المانيا، ده لسه كنت احكي على المانيا دلوقتي يا ساره. حبيبتي شمس الحام الليبيا، احبكم في الله، اواكم الله، حملكم الله، نجاكم الله من اللي انتوا فيه. حبايب قلبي انا والله هاخد، على فكره هاخد تعليقاتكم والكلام ده كله، وان شاء الله تتعاملوا معايا باذن الله. هقول حاضر كل اسئلتكم هجاوب عليها. حاضر. طيب يبقى الامان الاول صلاه الفجر، فهو في ذمه الله، يدافع عنك ربنا وما تصيبكش مصيبه. الامان الثاني ايه الكرسي بعد كل دبر كل صلاه، ليس لك مانع من دخول الجنه، من دخول الجنه. ما مع ايوه، ما هو انت مش هتفتكرها الا اذا كان ربنا رد عنك عشان بس تقول وتفتكر البث اللي انا قلته ده. بعد كل صلاه دبر كل صلاه ايه الكرسي، دخل الجنه. الامان الثالث، بصوا الجمال، بصوا الجمال، اللهم انت ربي سيد الاستغفار، لا اله الا انت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي يا رب، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار. بصوا كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، قال صلى الله عليه وسلم، من قالها من النهار موقنا بها قلب، أيوة يا رب والله ليس لنا غيرك يا رب، اغفر لنا الذنوب كلها يا رب، صغيرة وكبيرة شدها وهزلها، موقن بها قلبك كده وقلبك موقن بها، ومات من يومه خلاص، فهو من اهل الجنه. واللي يقولها في بعد اللي هي في اذكار المساء حتى يصبح وما دخل الجنه خلاص، من اهل الجنه. طب احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ والله والله جانا من باريس، ان شاء الله كنا حناويين نجي لكم قريب ان شاء الله باذن الله، باذن الله ابشري بالخير. فيا جماعه الامان الاول، قولوا بقى معايا واكتبوا معايا في التعليقات، الامان الاول اول حاجه، ها جدعين، سنة الفجر، صلاة الفجر فهو في ذمة الله. رقم اتنين، رقم اتنين آية الكرسي دبر كل صلاة، لا يمنحه من دخول الجنة إلا الموت. رقم تلاتة سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لم يمنعه دخول الجنة، ومات في يومه قبل المسا دخل الجنة، وهكذا. الله يفتح عليك يا إيمان، الله يفتح عليك يا إيمان، الله يفتح عليك يا شروق. أيوة كده اكتبوا اكتبوا. الأمان الرابع اللي ضد أي مصيبة من مصايب الدنيا وغم الدنيا، ومش بس كده على فكرة، وضد أي حد يسئلك ولا عمل ولا حسد ولا مكيدة. اسمع، من قال حين يصبح حين يمسي بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، والسماء لم تصبه بلاء فجأة أبدا من يومه حتى يصبح وحتى يمسي، ومن قالها من يمسي حتى يصبح ومن صباحه حتى يمسي، لم يصبه فجأة، ما تجيكلكيش بلاء. الله يفتح عليك، والله يفتح عليك يا حبيبتي، الله يفتح عليك يا شيباء، لم يصبه بلاء. ده رقم أربعة. يبقى ركعتين الفجر، آية الكرسي دبر كل صلاة، سيد الاستغفار، الله يبارك فيك يا حبيبي، مش عارفة إيه اللي حصل هنا ده، في حاجة حصلت هنا. سيد الاستغفار، تمام. وبعدين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، والسميع العليم. ها تمام. وبعدين رقم خمسة، استودع نفسنا بقى. صلاة الضحى، الله يا الله يفتح علي، الله يفتح علي. يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول نهار، أكفك آخره، أكفك آخره. بعدين نستودع نفسنا، نستودع نفسنا يا جماعة، نستودع نفسنا يعني إيه؟ اللهم يا من لا تضيع عنه دول ودائع، يا رب استودعتك نفسي وديني وبيتي وأهلي ومالي وخواتيم أعمالي، فاحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. ده اللي احنا محتاجين. أيوة أيوة كده، ده اللي احنا محتاجين. احنا منعرفش نعيش في الدنيا بدون ربنا. أنا قعدت أفكر
والله النهارده طبعا علينا هم شديد، الحمد لله رب العالمين، علينا هم شديد على فكره، وندعو الله سبحانه وتعالى يفرج همنا وهم كل المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونفوض امرنا الى الله، ان الله بصير بالعباد. ويا رب كرمنا بكرم من عندك، يا ذا الجلال والاكرام نجأر بيك يا رب. إيه عندنا الهم ده، لكن واحد لما بيفكر يا جماعه في الاخره ويفكر، هو احنا ليه، هو الهموم بتاعت الدنيا منعانا، اسمعوا، هموم الدنيا منعانا ان احنا نستمتع بالنعم اللي موجوده، او ان احنا نشوف النعم اللي موجودة. الله يبارك فيك يا خلود، الله يبارك فيك يا رب، جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا حبيبه قلبي، 7000 سر يا ربنا يكرمكم يا حبيبي. ليه ما بنستمتعش بنعم اللي موجوده في الدنيا؟ انا قعدت اقول هو الواحد عاوز ايه. واحده كانت بعتالي بتقولي انا عايزه اعيش الحاله دي، انا كنت عايشه الحاله دي من 10 سنين فاتوا، وانا دلوقتي مش عايشه الحاله دي. قلت لها طب قولي لي يعني ايه 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 الحاله. قالت لي ان انا بحب زوجي جدا، وتزوجنا واستمرت معاه اول 10 سنين في زواجي، وانا حزينه ومكتئبه، وبس ما فيش فلوس، ولا في وفي ضيق، وناكل وجبه ما ناكلش الثانيه، وكنا حاملين هم اولادنا يجوا ازاي، وهنربي وهندفع فلوس الولاده ازاي، وصبرنا صبرنا، وهو يشتغل ويعمل، بس انا بحبه، والبيت كله عندي كله خير، والبيت كله عندي بيبقى فرحه لما بيجي على قله الحاج، ابخر بيتي بالبخور، وعامله الاكل والطبيخ مستنيه اولادي، وناكل على قدنا ونعمل على قدنا لحد زوجي ما يجي. ولما زوجي يجي يا حبيبه قلبي اللي بتكلمنا من بلجيكا، مريم حبيبتي ربنا يبارك فيك يا مريم، تمام، تعالي البلجيكا جنبيها، حاضر ان شاء الله باذن الله، ابشروا بالخير، ادعوا بس. فبتقول وبعدين انا يعني مش شرط اكون معايا دكتوراه، ومش شرط اكون في المكانه الفلانيه والبوزيشن الفلاني والوظيفه الفلانيه وفلوس الفلانيه، انا سعيده بفرحه بيتي واولادي، انا سعيده ان انا بتابع اولادي، انا سعيده ان بعلمهم ايه او حديث، انا سعيده ان اولادي في الجو ده، انا سعيده ان ربنا سبحانه وتعالى مسخر لي قلب زوج عارف قيمه اللي انا بعمله. هي دي الجنه على فكره، هي دي، مش شرط ان انا اقول، ومش شرط ان انا اعمل، ومش شرط ان انا كذا، هي دي الجنه على فكره. انا عايزه اقول لكم ان انا الواحد يعيش حياته ويعيش انوثته ويكون معاها الست راجل يعيش انوثتها، والله والله حتى لو هي بتملك الدنيا كلها، تبقى معاها راجل يحسسها بانوثتها، وتبقى في بيتها، وتبقى في بيتها حقيقة، يعني مش عايزة أقول مثلا ملكة البيت، بيت كله دف وبركة وروح حلوة، وبخور شغال، وقرآن متشغل مسموع، وبتعلم أولاد، بيت هادي. احنا افتقدنا الأمور دي، والكل بقى بيسعى ويجهد ويطلع ويعمل كده، وسايب الجبهة الداخلية. هدعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا في أولادنا، قولوا أمين. عايزة أحكي لكم على أحوال ناس يوم القيامة، إحنا كلنا قلناهم قبل كده، بس أنا أقول لكم على أحوال ناس بتوع الحساب، منهم أهل فضل ومنهم جيران الله عز وجل. ونختم بده عشان عارفة أنكم زعلانين، وبعد كده ناخد المشاركات بتاعكم، هقرأ كل تعليقاتكم، هقرأ كل تعليقاتكم. إيه لو كان يوم القيامة، والله هقرأ وهاخدكم، حاضر اسمعوا بس معايا المعنى الجميل ده. يوم القيامة بينادي منادي، ايه المنادي؟ من هم اهل الفضل؟ فناس تقوم قالوا يلا انطلقوا الى الجنه، فالملائكه تقول لهم اين انتم؟ ورايحين الجنه. قالوا لهم قبل الحساب، مش هتحاسب يعني؟ لا، من انتم يعني؟ قالوا نحن اهل الفضل. مين اهل الفضل؟ بصوا الجمال، اصلها مش حرب، هي الدنيا مش عايشين حرب احنا نحارب ونقعد في خناقات مع الناس ونفوسنا تضيع. كان ايه اهل الفضل اللي طلعوا اتنادى عليهم خشوا الجنه بدون حساب؟ والملائكة بتسلم عم، قال كان إذا جهل علينا صبرنا وحلمنا، وإذا ظلمنا صبرنا ربنا ياخد حقنا. بنحاول نرجع الحقوق، أيوة ما بنستكنش، لكن نصبر عشان ربنا هيجيب الحق، هيجيب الحق.
وإذا أسيء إلينا غفرنا. دي مرحلة بس عشان بس الناس بتقول، يعني دي مرتبة عرفت تجيبيها، حلو جميل، عرفت تجيبي المرتبة دي، إذا أسيء إليكي وإذا اتظلمتي صبرتي وإذا اتحلمتي إذا اتجهل عليكي من الناس، ما عرفتيش حجمي إيه، قولي لهم تمام انتوا في طريق وانا في طريق تمام، ما فيش مشاكل، حجمي وحددي العلاقة يا جماعة. لا انا بحب القعدة ما بقاش فيها غيبة ونميم، مصيبة والله تقعد في قعدة تقول لك غيبة في سيرة فلان وسيرة علي وسيرة فلان. واسمع والله العظيم انا عايزة احكي لكم على موقف، ناس انا كنت احسبهم قريبين ليا، يعني كنت احسب الناس دي من الناس القريبة ليا، الناس وسبحان الله يعني انا بحبهم، يعني ما في قلبي شيء ليهم يعلم الله سبحانه وتعالى، ولا انا الغبيه بقى وعبيطه مش مشكله، بس هو انا في قلبي ليهم خير يعني. والناس ديت فوجئت، واحده جايه تقولي، طبعا قلت لها انت قلتي لي انا ولا هسمع منك كلمه، انتيش تقولي لي الكلام ده تاني، فقال يعني هي بتقولي بتنصحني يعني خلي بالك منهم وكذا وكذا، لقيتهم بيتكلموا عليا وقاعدين يفصصوا الاحوال وقاعدين يفصصوا، ده قالت كذا، ده عملت كذا، ده جات كذا، ده راحت كذا، والله يعني انا زعلت عشانهم، ده رقم واحد، وما كنتش متخيله ان هم من الناس اللي ممكن تتكلم عليا او تتقصص او تعمل حاجات كده يعني من وراي. فخلص حجمت يعني، خلص انتوا عايزين ده يبقى مرتبكم ومنزلكم تمام، وكلام بقى وحواديت وهيصه، هي مش حرب ونفوس، خلونا في الدنيا عايشين بسلاسة، عايشة لدورك، لصلاتك، لقرآنك، لربك، ل... 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 لأولادك، للجمال، الصورة الجميلة اللي أنا بقولها ديت يا رب، إنك البخور في الشقة ريحته بشقة جميلة متوضبة، القرآن شغال، قاعدة مع أولادك بتعلميهم عن الله سبحانه وتعالى، عاملة أكلك وطب مستنية زوجك ويقول لك اللهم إني راضي عنها فرض عنها، وتصل ركعتين قيامك وهكذا. حلو الكلام ده على فكرة، حلو الحاجات دي حلوة، وحلوة ان احنا نرجعها تاني، انا نفسي نرجع للحاجات دي تاني. اهل الفضل عملتوا ايه؟ عملتوا ايه يا اهل الفضل؟ كان اذا من القبور للجنان، اذا جهل علينا حلمنا، واذا ظلمنا صبرنا، واذا سيء الينا غفرنا، ادخلوا الجنة فنعم اجر العاملين. وبعدين يجي منادي تاني، نوع التاني، يبقى الاول اهل الفضل، التانيين اهل الصبر. يا رب يا رب اجعلنا من اهل الرضا والاحسان عندك يا رب، اللهم امين. يوم اهل الصبر ينادي ناس من الناس، انطلقوا الى الجنه، فانطلقوا الى الجنه، تقول الملائكه دول مين عملكم ايه؟ يقولوا نحن اهل الصبر، فما كان صبركم؟ يسالهم انتوا كنتوا بتصبروا على ايه يعني؟ قول صبرنا انفسنا على الطاعه، وصبرنا أنفسنا عن معصية الله فلا نفعلها، صبرنا نفسنا على الطاعة فأتيناها، وصبرنا نفسنا على المعصية فابتنعنا عنها، وصبرنا عند البلاء والابتلاء ورضينا بالأمر ونجحنا في اقتراب ربنا، صبرنا على البلاء. فقال لهم، خلاص قيل لهم، ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ثم ينادي منادي، أين جيران الله؟ يا جمالهم. والله أنا بسمع البتاع ده قلبي بيوجعني قوي، أنا نفسي نبقى من جيران الله. أين جيران الله؟ ناس قليلة هتقوم، قليلين خالص اللي هيقوم، جيران ربنا، جعلنا منهم كل اللي سامعين وحاضرين يا رب قولوا آمين. انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة، رايحين كنا من غير حساب، عملتوا إيه؟ يا جيران ربنا أنتوا عملتوا إيه؟ بما استحققتم مجاورة الله عز وجل. فقالوا إيه بقى؟ سهل جدا، سهل جدا، بقول لكم أهو، كنا نتزاور في الله ونتجالس في الله، قاعدين بنقول لربنا نزور بعض عشان نكلم ربنا، عملنا بس عشان ربنا سبحانه وتعالى، ونتبادل في الله، نعطي في الله، ها؟ فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين، جعلنا منهم يا رب، اجعلنا منهم يا رب. اسألوا على بعض، زوروا البيوت والناس والنفوس والأسر والقلوب اللي شبهكم، اللي عايزة ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى أجرها في الآخرة جيران الله. ومين تاني؟ وأهل الفضل وأهل الصبر، يجعلنا منهم يا رب، يجعلنا منهم، قولوا أمين، يجعلنا من اللي بيتحبوا في الله من غير ما نشوف، والله من غير ما نشوفكم ولا من غير ما نعرفكم، وفي ناس بتكلمنا وتخطبنا على الماسنجر، تخطبنا على الواتس، ولا تكلمنا تبعت لنا في كومنتات، يعتبروا من التوب فانز عندنا، أنا ما شفتهمش في الواقع،
لكن ادعي لهم، ولما يتذكر اقول لهم فلانة وفلانة، ادعوا لهم ربنا يكرمهم يا رب، شلة جميلة كده مع بعض. ادعو الله سبحانه وتعالى يجمعنا على مستقر رحمته يا رب. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا في الخير ويجعلنا من اهل القرآن، ويجعلنا من اهل الله وخاصته، ويجعلنا من جيران الله. بس اقول اكون جرب بنا لو رحت زرت اختي في الله، ورحت زرت كذا في الله، نعم، وجلوسنا ومجالسنا تبقى لله. الدين سهل، الدين سهل. انا قلت لكم النهارده ثلاث معنى اربعه. اول حاجه الناس اللي بتقول اصل في قلبه على لسانه ونستحملهم، مش عارفه ايه اللي بيحصل ده، وايه البلالين اللي بتطلع دي يا جماعه؟ الله انا لقيت بالونه كده طالعه لي، مش عارفه ده ستيكر جديد ده ولا ايه، مش عارفه. وليه تحس ان انا ان شاء الله بقى في عالم اخر، في كوكب اخر، وبحد يقول لنا ايه البلالين دي؟ مره واحده كده لقيت البس كله بلالين. تمام. طيب الواحد لما يقعد حتى قاعده جلسه زي انا بقعدها معاكم كده في موضوع ال يعني سبحانك يا رب، موضوع البث المباشر، ونتكلم عن الله سبحانه وتعالى، مش ده بقى كلامنا لله، مش كلامنا على فلانه ونختاب ونم ولا يدخل الجنه تنمام، والغيبه والله كانه بياكل في لحم اخيه ميتا فكرهتموه، والله شكرا ان رانا يا جميل. لكن يبقى قعدتنا لله، مع اولادي لله، مع زوجي لله، مع كذا، دي بتاعت ربنا يا رب، نكتب كده عندك اللهم امين يا رب، عشان دي بتاعت ربنا، دول الصادقين بتوع ربنا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعطينا الخير واياكم، ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمنا الرشد. بقى اول حاجه فيها اتكلمنا اللي بيقول لك اللي في قلبه على لسانه، لا 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 لا، لا يستقيم ايمان المرء حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاللي يطلع باللسان يقول لك اللي في قلبه على لسانه، طب ما هو يعني قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم، اكبر، لا لا لا، يبقى مننا كده، مننا الكلمة الطيبة صدقة. المعنى الثاني اللي اتكلمنا فيه، اتكلمنا عن الرشد، من هم أهل الرشد حبيبتي؟ من هم أهل الرشد؟ وقلنا إن هو إصابة عين الحقيقة، وإن ربنا يبقى وليك، وإن ربنا سبحانه وتعالى يرشدك، ده الخير والتوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى، دنيا وآخرة رزقنا الله وإياكم. واتكلمنا عن جيران الله وعن أهل الفضل، واتكلمنا على الخمس أمانات اللي في الدنيا، عملناهم ستة أو سبعة بقى عدوهم أنتم. أدعو الله سبحانه وتعالى يا ربي كرمنا وإياكم، نوصيكم بالصلاة على رسول الله السلام، وسامحوني على الغلطة، حسبت أن النهاردة الأربع، النهاردة الخميس، أنا برد أهو، يلا يا الدكتورة بتردش ليه؟ برد أهو يا آي، شوف عايزين إيه، السؤال بتاعكم. ادعي لي بالله عليك يا دكتوره، صلي الفجر اللهم اجعلك يا بنتي، صلي ونامي بدري وظبطي المنبه، وادعي ربنا باواخر سوره الكهف يرزقك يا رب صلاه الفجر اللهم امين. المغربيه حبيبتي احبكم في الله، احبك الله. النهارده الاربع، خلاص عرفت، عرفت يا لطيفه، عرفت النهارده الاربع، كنت حاسبه الخميس، سبحانك يا رب ليله الجمعه. تمام، يعني نبقى الحقوا بقى، الحقوا اللايف بعد كده، هفتح دايما هنا، حاضر، انا عارفه الناس كلها هنا. ربنا يكرمك يا رب الجمال، الجمال كله تمام. بشتغل من 8 ل 6 حبيبتي، ومن 2، ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك ويهديكي ويسددك، اتعودي على الامر هتعمله. اميره ميرو شكرا لك يا اميره، مش عارفه ايه القلب الجميل اللي شبهك ده. حاضر هفتح هنا دايما، حاضر. ايوه طبعا، من تعلق بتميمه فلا اتم الله له، لا تميمه ولا تعويذه ولا الكلام ده، من تعلق بتميمه فلا اتم الله له. ربنا يبارك فيكم، وادعوا لي يا دكتوره، وادعي لاخويا، ربنا يا رب يكرمكم بالخير. ناسنا حبايب الجزائر ان شاء الله جاي لكم اخر شهر 10 باذن الله تعالى. عايزه انبه على موضوع الاسئله بتاعتكم اللي قلتوها في اول البث، موضوع الاردن ان شاء الله باذن الله. حبيبه قلبي، موضوع الأردن، المعرض بدأ النهاردة إن شاء الله لحد إن شاء الله يوم 30، وإحنا الكتب بتاعتنا موجودة في مؤسسة قطر الندى، في المكان C28، في أرض المعارض اللي موجودة في الأردن. كان نفسي أجيلكم أهل الأردن، أنا مش عارف أجيلكم للأسف، الأمور كتيرة نبقى نتكلم فيها بعدين، يعني نتكلم فيها بعدين. لكن زي ما عملنا لحبايبي في تونس
وربنا يا رب يبارك فيهم يا رب. أهلنا في تونس البنات اللي حضروا واشتروا الكتاب بيوت منورة وعصمة أمري، بيروحوا المكتبة يكتبوا الاسم بتاعهم ورقم الموبايل اللي عليه الواتس، واحنا ان شاء الله بنجمعهم كلهم ونعمل لهم لقاء خاص بيهم زي اللقاء الجميل جميل جدا معي. كنت عايزه اطلع امبارح واقول لكم ان انا اللقاء الجميل بتاع اهلنا في تونس واصحابنا واصدقائنا اللي في تونس اللي اشتروا الكتاب، عملت لهم طبعا محاضره خاصه بيهم، وقعدنا امبارح نتكلم بقى ونفضفض وكذا، باقي بس ان انا اخدهم واحضنهم ويعني كده. فان شاء الله برضو في الاردن باذن الله اللي هيروح يشتري الكتاب بتاعنا مودة ورحمة في بيوت منورة أو عصمة أمري في مؤسسة قطر الندى مكتبة المناهل الفرع سي 28، أنا هاخد منكم، هاخد دلوقتي، أنا فاتحة على تطبيق إيه عاشقة ذات النطاقين، هاخد الأسئلة دلوقتي. يروح إن شاء الله يكتب اسمه، يعطي رقم التليفون بتاع الواتس اللي نعرف نتواصل معاه، وبعد كده هنجمعكم كلكم إن شاء الله في لقاء زوم. حبايبي حبايبي الأردن، حبايبي ليبيا، تونس، بلجيكا أضاف، تمام حاضر هتكلم والله يا مريم، هتكلم على كل المواضيع دي إن شاء الله يا حبيبتي. تسنيم دعواتك لينا، ربنا يبارك فيك. وبحاول أخد من كل أبليكيشن على فكرة. باسم حمادة أنا أم أكرم، ادعي لي ربنا يا رب يجعلك أنت وزريتك من أهل القرآن يا أم أكرم، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي أجمعين. قولنا احنا عايزة اتصرف، حاضر حاضر هعمل محاضرات عن الكلام ده، حاضر اجي عندكم في غزة. يا بسطة يا بساطة املي املي حبيبتي حبيبتي عاشقة ذاتنا في مصر وحبايبنا في مصر، اهلنا في مصر، احنا من المغرب حبايبي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا نور يجعلك من اهل القرآن يا نور، واهلنا في المغرب ربنا يخفف عنهم، واهلنا في ليبيا يا رب اللهم امين. طيب نبتدي بالمشاركات، ناخد المشاركات نبتدي من هنا ان شاء الله. عندنا عبق الزهور وعندنا مشيرة، يلا يا مشيرة وبعدين ناخد عبق الزهور، يلا بينا. ربنا يوفقكم حبايبي نادية، اللهم امين اللهم امين. شيماء ادعي اللي بكيتي دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعوذ بك من الهم والحزن، اللهم امين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبة قلبي، يا أهلا يا أهلا يا أهلا وسهلا حبيبة قلبي. قوليلي بقى معانا مين وبتكلمينا منين؟ حياتك بخير الحمد لله. أنا بخير الحمد لله. تعالي ما فيش شبكة، أنا سمعيكي بس، يلا اسمك إيه وبتكلمينا منين؟ الحمد لله، كنت عايزة بس حضرتك كده سامعيني؟ سامعاكي سامعاكي والله. انا بقول حياتك اللي انا بحب الجنه الكلاب والله العظيم. حبيبه قلبي حبيبه قلبي، تكلمينا منين بقى يا مشير؟ من اسكندريه. الله الله اسكندريه واستنلي. تمام. سلامنا 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 لكل الاحباب هناك. حابه تشاركي معانا بايه بقى؟ الله يبارك فيك. انا بس كنت عايزه حضرتك والله بس تدعي لي بصالح الحال كده، وان ربنا يرجعني ليه كده يا رب. يا رب اللهم امين. ويحفظ ابني ويحفظ زوجي. اللهم امين يا حبيبه قلبي، شفتوا الدعوات الجميله؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك يا بنتي ويحفظ ابنك وزوجك، اللهم امين. سعدت بيكي وسلامنا لكل ناسنا في اسكندريه مشير. الله يحفظك والله، وبصي ماما وكله بيحبك حبيبتي يا حبيبتي واختي وكلهم بيحبوكي والله العظيم جدا. حبكم الله، ربنا يجمعنا على حاضر، ربنا يكرمهم ويجعلهم من الصالحين يا رب. الله يكرم، السلام عليكم. يا رب يا مشير، سعدت بيك يا حبيبة قلبي، مع السلامة، مع السلامة. الله يبارك فيكم. ناخد مشاركة من هنا إن شاء الله. عندنا مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا تمام. عندنا نور، نور سكرت. يا نور، يلا يا نور، أكسبت. هناخد حد من هنا وحد من هنا. كيف أوازن بين ديني وقراءة القرآن ودراستي؟ ماكي حبيبة قلبي، ما تبدأي مذاكرة حاجة إلا بصفحة من القرآن. صليت الصبح يعني وصليت الظهر، صليت رأس، بعد كل صلاة أخذ صفحة من القرآن بس، وادعي ربنا، أخذ ذكر معين، مية كذا مية كذا مية كذا، على الله سبحانه وتعالى يعطينا بنتي ويكرمنا. واصبي ما بين الصلاة
كل حاجتي متظبطة عليه، هذاكر ده، هحضر محاضرة بعد الصلاة، قبل الصلاة، صلاة الظهر، صلاة، ما يضيعش صلاتي، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويجعلك من الصالحات، اللهم أمين. طيب هنا نور راحت. طيب معانا مين؟ معانا محمد جمال. يلا يا محمد جمال، يلا عشان نجيب هنا ناخد التانيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد جمال علي صوتك شوية وقرب من المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا أهلا، كلمنا منين يا محمد؟ أنا بكلمك من الكويت. يا أهلا يا أهلا، كويت وناس الكويت وبحر الكويت، اتفضل. حابب ليك سؤال، ليك مشاركة، ليك دعاء، حابب تسألنا حاجة جاوبك عليها؟ سؤال ومشاركة ودعاء، يمكن ناس كتير تقدر تقول أنا معايا كده، بس المشكلة إن أنا بعمل حاجة غلط ومش عارف أبطلها إزاي. تمام، ده سؤالك. حاضر حاضر يا محمد، حاضر حاضر، الله يبارك فيك، حاضر هجاوبك إن شاء الله. الله يبارك فيك يا محمد، الله يكرمك. محمد سأل سؤال خطير خالص. محمد بيقول أنا بعمل ذنب معين مش عارف أبطل. أول حاجة إحساس إن ده ذنب، ده خير. رقم اتنين بصوا كده، استعني، استعانة بالله سبحانه وتعالى، عني يا رب، أنت يا رب تعلم يا رب صدق، عني يا رب. أنتوا عارفين، سمعت مرة الشيخ من أحد المشايخ خلاني أبكي أبكي والله. الشيخ كان بيتكلم يا خات عن حاجة، بيقول لما يجي لك واحد في الدنيا واحد يقول لك والله بص أنا يعني أنا حطيت أذيتك في أمر من أمور الدنيا، وأنا تبت إلى الله وسامحني، وأنا مش معدتش أذيك تاني ومش هعود تاني لأذيتك، فأنت مصدق خلاص وتعفو خلاص. مثلا في ناس بتعمل كده، فبيقول لما بنيجي نتوب إلى الله عز وجل وتبقى توبتنا لربنا سبحانه وتعالى ونبقى سعيد صادقين يا رب مش هنعمل كده تاني، ولكن الله العليم بسابق علمه لك عارف إنك هتعود للذنب تاني، لكن ربنا بيستجيب ويتوب عليك ويبدلها من سيئات حسنات، صح؟ مع إنه عارف. إحنا مكعبين ما بنعرفش وما بنرضاش أصلا. واحد يقولك لا أذاني مرة وكذبت مرة والله، ولا كلمها ولا ليه علاقة بيها، دي بتكذبه دول اللي مش عارفة إيه، خلاص. لكن سبحانك يا ربي، يجي ربنا سبحانه وتعالى ويعلم ان احنا هنعود ونتوب ونعود ونتوب ونعود وغفلة وكذا، ويقبلنا ويبدل سيئاتنا حسنات ويتوب علينا ويسر لنا. يا رب من يأس؟ يبقى اول حاجة اعرف انه ذنب، ذنب وقلبي وجعني، قلبي بيعتصر قد كده اهو. رقم اتنين استعين بالله، عني عني يا رب. رقم تلاتة ابدا معودش واقفل المفاتيح والابواب اللي بتوديني للذنب ده، فلان الفلاني ما اناش ليش دعوه بيه، الاكونت ده قفلته، الموبايل الرقم ده شلته، كل الوسائل والمعينات اللي بتعني عن ذنب بشيلها بشيلها، وارجع اعمل ايه؟ ادعي الله سبحانه وتعالى، يا رب اكرمني يا رب، يا رب عني يا رب، واستعين بالله. طب عدت تاني، ما تيأس من نفسك، الشيطان بيجي يأسنا في حاجة زي كده، اقسم بالله الشيطان يجي يأسنا في أمر زي ده. لا ما انت عاد، ما انتش نافع، ما انت كل مرة رايح، ما انت كل مرة بتعمل، كل مرة بتوع، مش مهم. عصيت 100 مرة توب 101، 1000 مرة توب 1001. الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباد ويعفو، الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباد ويعفو. فناخد من ربنا سبحانه وتعالى الأمر دوت إن هو يريد لك التوبة، أدعو الله يتوب علينا يا رب، اجعلها ساعة توبة لنا وليكم. ناخد زينب. زينب يلا يا زينب، زينب السوسي، سلام عليكم من هنا لحد زينب، ما تيجي اخد من عندكم. رشا الكحلة خارج البيت من الزينة، كحلة من الزينة. ادعي ربنا يوفقني في عام الدراسي، ادعو الله سبحانه وتعالى يا نسوفه نسوفه يوفقك يا رب عامك الدراسي وتطلعي من الجزائر. حبايبي جاي لكم ان شاء الله في شهر 10، تعالوا لي. ها مين معانا؟ يلا سلام عليكم يا زينب، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا، كلميني منين يا زينب يا جميل؟ من تونس. حبايبي حبايبي في تونس. عايشك الله، بارك الله فيك، جزاك عن الله كل خير. الله ودك أنا أخذ رأيك في موضوع وهو يخص عمل المرأة. نعم. صراحة أنا لي توا 4 سنين متخرجة، أكثر يمكن 5 سنوات وأعمل. مشكلتي في العمل إنه فيه برشا اختلاط، وكل مرة نحاول من عمل معناها لازم يكون فما اختلاط، والاختلاط هذا نحسه يؤذي لي قلبي بصراحة. وسبحان الله حتى معناها حالتي مع الله معناها كل شيء، نحس بصراحة تغيرت، يعني ليس كقبل معناها قرآن وصلاة وذكر كل شيء، فما غفلة يعني أثرت بشكل سلبي. فما نصيحتك مع العلم أني أحاول معناها التقليل معناها وأخذ مسافات مع الجنس الآخر، إلا أنه معناها لازم تصير يعني هكا، معناها أنه تصير معناها تفدليك يعني مداع، مش مداع تفدليك يعني تهذير زي ما تقولون توما. هنا هو طيب. اسمعين يا زينب يا جميل، أدعو الله سبحانه وتعالى أولا لك بالخير وسلامنا لكل أهلنا في تونس الحبيبة، وكان نفسي تحضري معنا المحاضرة اللي عملناها لأهل تونس امبارح، أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير إن شاء الله. واسمعين يا حبيبة قلبي، زينب بتسأل سؤال جميل جدا وبتقول ضوابط خروج المرأة للعمل. أولا يكون عمل حلال، خارجة بحجابي ألا أتعطر، ثيابي ذات نفسها مش زينة في نفسها، وراعي مفيش اختلاط، الاختلاط لأ، الكلام لا يخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني على الأقل كلامي كلام محترم. يوم ما بيبقى فيه عمل جماعي وعمل خاص بالمرأة مثلا أو عمل خاص بالعمل، في جروب للعمل بنتكلم على الجروب ككلنا كفريق، لكن ما فيش حد يجي ياخدك في الخاص او يكلمك او ياخدك في جنب او كده، لا، محافظه على نفسي على صلاتي اهم حاجه. انت اللي تاثري في اللي حواليك، انت اللي تخلي اللي حواليك وقت الصلاه جاري يا ام صلي، بتكلم عن الله سبحانه يا جماعه ده غايبه الله يبارك له، انا لا احب ان اسمع عن الناس غايبه، معلش صلوا على رسول الله يا جماعه، يقولوا عليكي بقى متدروشه، يقولوا عليكي بتاعه ربنا، يقولوا لي يقولوه. اهم حاجه انت ما تنجذبيش وتروحي له، انت اللي ما يجركيش هم للغلط، جريهم انت للخير والصلاح. واستعيني بالله استعيني بالله استعيني بالله، ظبطي صلاتك، ظبطي حالك، ظبطي مقالك مع الله سبحانه وتعالى، ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك يا زينب ويجعلك من الصالحات، وحافظي على ال6 حاجات على الاقل اللي قلنا عليهم، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى وخليكي جدع، ما تخليش حد يعني اقول مثلا ياثر عليكي او حد ما اعرفش ايه، لا خليكي انت اللي دايما بتأثري بالخير فيهم. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقك الحق وقول الحق وعمل الحق، وتبقي قدوة للناس بإذن الله. ناخد عبق الزهور. سلام عليكم يا عبق الزهور. حاضر، هدخل الناس اللي هنا، حاضر كل هنا، نحاول ناخد أكبر مجموعة نتكلم معهم. أسماء، ادعي لي بالزوج الصالح وما هو حل الشعور بالغربة على النفس. أصعب شعور يا أسماء، يا ربي أصعب شعور. بص يا اسماء، يعني من الاول والاخر، اولا ربنا يرزقك يا حبيبتي، ربنا يرزقك زوج تقي صالح، ويجعل زوج التقي رومانسي قراني رباني كما يحب الله ويرضى. غربة النفس علاجها الانس بالله، غربة النفس وحشة النفس علاجها ركعتين مع ربنا، غربة النفس علاجها السجدة اللي بطلع فيها خلاجات قلبي. ادعو الله سبحانه وتعالى ليك يا اسماء يؤنسك بالله سبحانه وتعالى، اللهم امين. خلينا ناخد مين معانا. عبق الزهور، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتورة؟ يا أهلا يا أهل، إيه الأصوات الجميلة دي؟ الله يخليك. كلمينا منين يا عبق الزهور؟ أنا من هنا. ها الله، ناسنا الجمال فينا على الفطرة كلهم. يا أهلا وسهلا، أهلا أهلا، أجدع ناس. حضرتك انا مبسوطه جدا ان انا بتواصل معاكي، انا ليا بالظبط 2 سنين و6 شهور يعني هموت اكلمك. حبيبتي انا بحبك جدا جدا جدا، بتابعك من وانا عندي تقريبا 15 سنه 14 سنه كده، انا حاليا 19 سنه.
دلوقتي حضرتك انا يعني الحمد لله بحاول وبجاهد نفسي على قدر الامكان ان انا التزم. الكلام ده من سنه ونص. الحمد لله ربنا هداني ولبست الخمار، وطبعا يعني بحاول التزم ودورات القران ودورات اصول الدين والكلام ده كله. يا سلام يا سلام. فالحمد لله فانا بدأ دعوه بقالي سنه بالظبط. ان ربنا يرزقني بزوج صالح تقي نقي يا رب يا رب يا رب. انا ما يهمنيش حضرتك، انا ما يهمنيش للماديات ولا المجوهرات ولا ده كله، بس انا عايزاه يكون هو متدين الحق اللي هو من زمن الصحابه كده. ايوه ان شاء الله يرزقك، ادعي. ان شاء الله انا بدعي. المهم من حوالي شهر كده، لا من حوالي 20 يوم، تقدم لي شخص هو محترم وابن ناس ويعني في حاجات كتير كويسة وبيصلي الفرد بفرده والفجر حاضر والدنيا تمام، بس يعني أنا مش حاسة بدرجة الإيمان اللي أنا عايزاه. هو كويس وفيه مواصفات كتير كويسة وأهله كويسين وبتاع، فأنا مش عارفة يعني. طب والحاجات دي نادرة ما تلاقيها في الصعيد، يعني حضرتك عارفة الدنيا والمشاكل والدنيا. طبعا. انا ما اعرفش. طب انا دلوقتي ايه اقبل وانا بصلي استخاره فما فيش حاجه، يعني بصلي استخاره من 20 يوم فما فيش حاجه، فانا مش عارفه. طيب اقبل يعني هو قول لي مثلا في 60% من المواصفات اللي انا عايزاها. طيب هقول لك، اسمعيني يا عبق الزهور، ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقك الخير ويلهمك الرشد. اسمعيني يا حبيبه قلبي، اسمعيني. عبق الزهور بتقول سؤال، هو في نسبه العريس اللي جاي 60% من اللي عايزاه بيصلي فجر، بيصلي فجر ممتاز جدا. اصلا الفجر لا يستطيعه الناس، لا اللي في قلوبها نفاق ولا الكذابين ولا المنافقين. صلاة الفجر للعبد نجاح. بدأ بقى المعاملات، اثر هذا الفجر عليا، تمام، اصل هذا الفجر علي. فهنا عايزاكي دايما دايما تدعي ربنا، يا رب بين لي، يا رب اخر لي واختار لي، يا رب كذا يا رب كذا. ادعي ادعي جامد، وبدعائك يا بنتي ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك، وبدعائك ادعو الله سبحانه وتعالى يرشدك. طيب ايه اللي صفات مش اللي قد كده بس بيستجيب؟ لما اجي اقول له الله سبحانه وتعالى يستجيب، لما اجي اقول له الرسول عليه الصلاه والسلام يستجيب، لما اجي اقول له تعالى نتعلم العلم الشرعي يستجيب ما بيوقفش، لما اجي اقول له خلي بالك ربنا بيقول كذا وده لا يرضي لا، فيقول لي لا تمام بنعمل اللي ربنا يرضيه. توكل على الله، توكل على الله، اسمع كلامي، توكل على الله. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقدر لك الخير. ادعي دايما يا رب يا رب يا رب اقدر، ان كان خير لي يا رب قدره لي ويسره، كان غير ذلك ابعده عني وابعدني عنه يا رب. ادعي دايما بكده، ادعي دايما بكده. الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا رب، اللهم امين. خلينا ناخد مشاركه من هنا. مش عارفه مين بقى. طيب محمد احمد او احمد ومحمد، يلا هدخلكم. حاضر شيرين، حاضر يا شيرين، اعملي طلب وانا ادخلكم. السلام عليكم. ايوه ام محمد او ام احمد، السلام عليكم. انت سامع صوتي؟ قربي بس المايك من بقك كده عشان انا مش سامعاك خالص. خالتك هلا خلاص يعني سامعها الحمد لله، فقربي المايك عشان اسمعك. عليكم السلام. عليكم السلام. طب ممكن يكون الصوت عندي انا هنا اللي واطي باين. تمام اتفضلي. مبسوطه ان انا مبسوطه جدا ان انا كلمت حضرتك. الله يبارك فيك سنين نفسي حضرتك. حبيبتي بتكلمينا منين بقى؟ بجد بجد والله الغربيه. الله الله، سلامنا بقى لكل غربيه وطنطا والمحله وكفر ازاي. سلامنا ليهم. انا من اسكندريه بس زوجة في الغربيه. حبايبي حبايبي، ربنا يبارك فيكم يا رب. اتفضلي قولي لي سؤالك او مشاركتك. سؤالي يا دكتور ان انا عصبيه جدا جدا ومع اولادي، لما بكون زهقانه من اي حاجه هم اللي قدامي اللي انا باجي عليهم. غصب عني بحاول ان انا اتعامل معاهم بميرد ربنا وانا اتعامل معاهم بالراحه، بس ساعات ببقى غصب عني مش عارفه اقول لحضرتك ايه. طبعا انا عندي 34 سنه، مريت بظروف صعبه شويه، عمليات وظروف يعني في حياتي. زوجي كويس جدا بيحترمني وبيحبني وانا بحبه، يعني
اتمنى يعني من ربنا ان هو يخليه لي ويجعل يومي قبل يومه. يا سبحان الله. مش عايزه اشوف اي حاجه سوء في ولادي ولا زوجي. يا سبحان الله. ربنا يخليه ويرضيك زي ما بيرضيني. يا رب. ربنا يبارك لي فيه. يا عسل. انا مش عارفه عايزه راحه البال وعايزه الهدوء وعايزه السلام والسكينه وبتقرب من ربنا وبصلي من ساعه ما يعني ما بسمع حاجات كتير وبقرا كل يوم قران سوره البقره ومتواظب عليها الحمد لله. بس حاسه ان انا عصبيه زياده عن اللزوم باخد كل حاجه على اعصابي وده متعبني جدا. حاضر حاضر اسمعيني هجاوبك هجاوبك يا حبيبه قلبي هجاوبك. ادعي لك وربنا يكرمك وابشري هجاوبك اسمعيني. اولا السؤال يعني انا كأم وللاسف يعني انا عصبي على اولادي اعمل ايه؟ اتعلم. الغضب له اداره. اداره الغضب ديت مهاره احنا يجب نتعلمها. نتعلم ازاي ندير غضبنا مع اولادنا. احنا مش مخلفينهم نعذبهم ولا مخلفينهم علشان نضربهم ولا مخلفينهم علشان ما نعلمهمش الصح من الغلط. لا نعلم الصح والغلط ونطيب ونتعلم احنا كمان. اخد النفس ما انطقش الكلمه ابعد اخلي الانتقام بنتقم ليه وانا بضرب؟ ما هو انا ده بنتقم بنتقم ليه؟ علشان خاطر لا فبالراحه واعلمهم واتناقش معاهم وده غلط وده صح ما كرروه ماشي ما هم بيعملوا بيكرروا ما هم اطفال هنعمل ايه يعني والغلط بيكرروا ونعيد ونقول ونعيد ونزيد 200,000,000,000 مره ده وظيفتنا وده وظيفتنا خصائص مرحلتهم اللي بيمروا بيها ووظيفتنا ان احنا نصبر ونقول التربيه صبر التربيه استمراريه التربيه تكرار ادعو الله سبحانه وتعالى يا ربي يكرمك يا بنتي ويعينك استعيني بالله خدي نفس ابعدي عن المكان ما يبقى خليش الغضب على طول بالضرب ابعدي خلي فيه مسافه خلي فيه حوار حلول اطلب حلول بديله قولي لهم المعلومه اللي انت عايزه تقولها لهم باسلوب حلو ومره باسلوب ومره بكذا ومره بكذا حلو يعني لكن ما تيأسيش ادعو الله سبحانه وتعالى وادعي يا رب يا رب اجعلني طيبه مع اولادي يا رب اجعلني كذا يا رب عني يا رب وادعي يا بنتي. عندي هنا ميمي بن بتقول دكتوره انا جاني خاطب وكان بده يشوفني بدون حجاب فقلت له انه لا يجوز فزعل قال من حقه هل انا مخطئه؟ بصي الامر دوت يعني بعض الاراء بتاخد ان هي ممكن يشوفها وبعض دول الخليج بتعمل كده يقول لك الشوفه يعني تخش بتيير وبطرحه وتخش مثلا بحاجه يعني فستان بس مش عريان يعني ولا الكلام ده يعني وبياخدوا بالامر ده بتبقى كده طرحه بسيطه ومش عارفه ايه يعني في بياخدوا كده بالراي ده في راي من الاراء كده يعني. لكن احنا عندنا وفي هذا الزمن مفيش اب ولا ام هيرضوا يدخلوا راجل علشان يتفرج على بنتهم وبعدين يمشي وخصوصا عندهمش ثقة في الجيل اللي موجود يعني ده كان زمان يقول لك خلاص دخلت البيت الفلاني شفتها خلاص فتزوجت ما يجرحش الامر لكن اطلع واقول ودي فيها ودي علتها ودي كذا عايز تشوفها خلي اهلك زوجتك اخت زوجتك زوجتك كنت دوناش داية والدتك اختك يشوفوها وبيشوفوا البنت وبيشوفوها وهي من غير حجاب وبيشوفوها وهي بالتعامل بره وجوه وهكذا وبتستخير وتشوفها بره مره واتنين وتلاته واستخير. يعني انا مع الراي ده لكن رايي ان هي تعمل في البيت والكلام ده لا لكن في بعض دول الخليج ماشيين بالامر ده وبياخدوا بالفتوى دي رايي من الاراء. خلينا ناخد هنا اخر مشاركه معانا مين تاني روان معانا روان 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 محمود يلا يا روان سلام عليكم هتدور عبال ما ناخد نصيحه البنوته حفيده عائشه نصيحه البنوته عندها 15 سنه بتحبك جدا في الله يا دكتوره بلغيها سلامي وحبي ودعواتي و15 سنه حافظي على الصلاه حافظي على الصلاه حافظي على حجابك اوعى حد يسومك على حجابك وعلى عفتك وعلى الستر وعلى الطهار دايما معاكي قران بقراه كل يوم الذكر الصلاه على الرسول السلام اسمعي كلام بابا وماما وذكري ده الوصيه صلاتك 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 حجابك 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 قرآنك وبعد كده الأوراد والذكر وأذكار الصباح والمساء طاعة الأب والأم والمذاكرة والحاجة أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير يا رب. طيب معانا مين تاني ناخد آخر حد من هنا سارة خالد سلام عليكم يا سارة أنا والله ما شايفة يعني طب إنيبل تمام معانا مين تاني ضحى سلام عليكم يا ضحى يلا يا ضحى سلام عليكم بعرفك بالكاميرا بتاعتك يا ضحى يا جميل
حبايبي حبايبي. انا مش عارفه طبعا مين هنا اللي كتب الاول ومين كتب الاخر، فانا هحاول اخد برضو ايه على حسب اللي موجود. تمام تمام حاضر والله. انا ان شاء الله هحاول اكتر البس هنا بحيث ناخد مشاركات منكم كتير. ضحى السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك يا ضحى؟ عامله ايه؟ والله الحمد لله، انا مشتاقه لك يا دكتوره. انت كيفك، شو اخبارك؟ طمنيني عنك. والله الحمد لله ربنا يبارك فيك ويا ضحى. اشتقنا كتير. يا والله صحيح. والله يعني والله لما بتصيفي عنا يا دكتوره والله مشتاق لك. والله كتير. انا بعمل لكم بس مخصوص وقعد اقول لكم عندي عشان تدعوا لي. والله فعلا يعني الحمد لله رب العالمين، الواحد بيمر بفتره جلل، ادعو الله سبحانه وتعالى ينجينا منها على خير يا رب. صح وان شاء الله باذن الله يعديها على خير. سلمي لنا على كل الحبايب. امين امين يا رب. سبحان الله، انا بعتت لك رساله على الماسنجر. اه الماسنجر بيعلق يعني بيطلع لي، لا ما بعرفش افتح لما يعني لازم اعمل اشيله وارجع اعمل انستول من جديد، اعمل تحميل له من جديد عشان الرسائل تظهر. ايوه هينفع تقولي لي الرساله ولا ابص ومش هينفع على الهوا؟ لا انا كنت عايز لك، لا انا كنت بعت لك اللي بدي اياك تطلعي بس يا توتو. تمام حبيبتي يا ضحى، ربنا يبارك فيكي، ما تنسيناش من الدعوه. اتفضلي. صحيح امين يا رب. عايز اقول لك طبعا دكتوره، انا حابه كتير والله انه نحن الشله تبعيتنا البنات اسمهان ونيرين خلود حبايب ومريم، انه حابين البنات يشوفوك انه تحاكينا في شي برنامج مثل صوت وصوره او هيك يعني. تشوفينا يعني تشوفوا بجوجل. ايوه ايوه صحيح. انا شفت خلود، تطبيق الزوم او اي تطبيق يعني. حاضر اعمل لكم ان شاء الله. انا عندنا لحد يوم، لحد اول اسبوع من 10 محاضرات يعني خارجيه، خليني من بعد الاسبوع ده نتفق ان شاء الله ونعمل لكم زوم ونقعد نحكي بقى، نقعد نحكي ان شاء الله. هدول من الناس اللي انا يعني متواصلين معايا من خلال التعليقات بس، يعني انا يا ضحى عرفتكم التعليقات بسبب اصراركم على التعليقات وكذا، فعرفتكوا. انا اشهد الله سبحانه وتعالى ان بدعي ان ربنا يجمعنا يا رب، اللهم امين، يجمعنا بقى في الجنه عند النبي عليه الصلاه والسلام. اهدي الناس اللي تتحب في الله وما شفناهمش. سبحان الله. امين يا رب امين يا رب. حبيبي والله يا دكتوره انا شعباني، روح معي، انا شعباني اعمل معك عمره حلو معك. حبيبتي حبيبتي ربنا يجمعنا على الخير ويكرمك، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله على الوعد نعمل الامر ده. شكرا ليك يا ضحى، وسلامنا بقى لكل الشله الجميل، وبلغيهم دعواتي وحبي. السلام. يعني ان شاء الله احاول الفتره الجايه يعني اكتر من موضوع البث ده بحيث ناخد اكبر كميه من الناس، لكن طبعا ان شاء الله باذن الله. ادعوا لنا بس، ادعوا لنا بس ببركه الوقت، وادعوا لنا كده ان ربنا يخفف ما عننا ويقضي عنا ما هو قاد كما يحب الله عز وجل ويرضى. سعدت بكم النهارده، ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا واياكم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاخد اسئله من عندكم، اصبروا لي عشان في الزهراء هنا احمد كبد سؤال، وانا ما رضيتش اقفل البث من غير ما ناكل. الزهراء احمد بتقول هل يجوز الخاطب يدلع اسم خطيبته؟ طول ما هو خاطب مالكش دعوه بيها، انا بقول لك اهو، طول ما انت خاطب يعني تبقى ايه خميس وجمعه. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك الله يسلمك. لكن انك انت تحاول انك انت تكلم ويا توتا ويا نونا ويا سوسو ويا توتو، لا يا ابني استنى اما تعقد، اعقد يلا وتوكل على الله وروح اللهم بارك بقى، يعني تتجوزوا افضل، ويبقى ده حري انكم تتجوزوا. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير ان شاء الله. هحاول باذن الله باذن الله يا رب ان احنا نكتر من اللايفات بحيث ان انا اخد اسئله من معاكم. سعدت بيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.